السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن منذ قليل عن وفاة نجل الفنان محمد رضا. توفى منذ قليل مجدي رضا نجل الفنان الراحل محمد رضا، وهو ما أعلنه شقيقه أحمد رضا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي مجدي رضا، ندعو الله له أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأعلن أحمد رضا نجل الفنان محمد رضا تشييع جنازة شقيقه غدا، إن الجنازة غدا يوم الاثنين من مسجد صلاح الدين بالمنيل بعد صلاة الظهر، والعزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر. داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذوي الصبر والسلوان. بالنسبة للفنان محمد رضا، هو ولد في أسيوط في 21 ديسمبر 1921، وحصل على بكالوريوس الهندسة التطبيقية العليا عام 1938، وحصل أيضا على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 1953، وتتلمذ على يد يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن. كما قدم الفنان محمد رضا العديد من الأفلام التي نجحت خلال مشواره الفني، وكمان العديد من المسلسلات والمسرحيات التي نجحت تلفزيونيا. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.